على فكره بقى انت من زملكاوي اصيل بجد والله، يعني لو بتسال نفسك ليه او مش ليه بجد والله انت من زملكاوي اصيل، سيبك من انت مش تعمل لايك او تعمل سبسكرايب ودي حاجه عامه براحتك، انت بتسال نفسك عن النتيجه وان ازاي اساسا اتعادلت مع الاتحاد السكندري، وتسال نفسك كمان ازاي سيف زي رجال وقلب ان هو يقول الاتحاد السكندري كان جاي نوعا ما الشوط الثاني، والله تسال نفسك السؤال ده، انت عارف انك الدنيا بالنسبه لك متلخبطه، ممكن تلبس اوسخ سيناريوهات في عالم كره القدم، زي مثلا انت كنت بتلاعب فرقه زي الاتحاد وسلمت نمر الشوط الثاني وسابت لك الماتش على الصندوق، خد يا عم احلى ثلاث نقط بالنسبه لك بيعوهم لك، وفجاه تلاقي ان الثلاث نقط دول عشان خاطر الحارس بتاعك طلع بيقفش فراخ في الدقيقه 94 وعبشافي بيأمن وبيطلع اوت، وبعد كده تلاقي بيطلع كورنر، فتلاقي الكورنر دي تلبس منها الجون بتاع التعادل بقى. طب في ايه يا جماعه؟ يا جماعه الخير في ايه؟ معلش في حارس مهزوز من جنش وقعد على الدكه وحاسس ان هو اي غلطه هيعملها فجنش هينزل مكانه، بس انا كنت بقول لواحد صاحبي بقول له يا عم عادي الراجل ما جاتش عليه كره طول ال 45 دقيقه ومفيش اي مشكله ان هو يغلط فيها والتقدير بتاعه تطلع غلط، بس المشكله بقى ان التقدير والتغيير والخلطات بتاعته دي هي اللي لبست الزمالك النقطتين بجد. يعني لو دورت على اول اللعبه هتلاقي ان اللعبه اساسا ما كانش فيها اي حاجه، كره عرضيه عبيطه ملعوبه بيغلط فيها ابو جبل، الكره بتيجي ضربه ركنيه، ضربه ركنيه بيجي مين اكون بالصلاه على النبي. طب بالنسبه بقى لكل الفرص اللي ضاعت دي، لا هي فيها رعونه طبعا، في رعونه من مهاجمين الزمالك، بس عادي يابا انت كزملكاوي قديم عارف ان الدنيا بالنسبه لك كده بقى فتره طويله، المهاجمين بتوعتك بيتدلعوا قدام الجون بيضيعوا فرص، يجي عليك كره عبيطه تيجي لابس منها تعادل عادي والله، سيناريو الزملكاويه واجهوها قبل كده كتير فما تفاجئوش منه، بس المفاجاه النهارده كانت ان فرجاني يلعب مركز 10، حاجه الجمهور كان بيطالب بيها لوقت طويل جدا، بس طبيعي انك ما تلاقيش ان في اداء عالي من قبل فريق الزمالك علشان خاطر لسه اللعيبه بترجع تلين ولسه اللعيبه بتحاول ترجع على المستوى اللي كان موجود قبل التوقف، لعيبه الزمالك بتحاول ترجع لمستواها قبل التوقف، انما لعيبه الاتحاد اساسا دول كانوا بيخسروا من طوب الارض قبل التوقف، فالمشكله بالنسبه لهم مش في سوء الاداء او في سوء النتائج او اي حاجه، لعيبه الاتحاد زيهم زي لعيبه الدوري المصري اغلبهم بعيد عن الاهلي والزمالك وبيراميدز، اتظلموا ان هم يلعبوا كل 3 ايام ماتش علشان خاطر الفرقه دي غير مؤهله للجدول المضغوط والدنيا بالنسبه لها مش هتكون مظبوطه، فالله يكون في عون الاتحاد بعد الماتش الخامس اللي هيلعبوه في نهايه الشهر ده هيكون الوضع بالنسبه لهم بدنيا عامل ازاي، ان هو من اول ماتش بيلعبوه قدام الزمالك بدنيا كان الدنيا بالنسبه لهم ضايعه خالص، فالله يكون في عونهم. هتقول انت بتقول كده ازاي هم متعادلين؟ هلا ما هم راحوا بكورتين بس على الزمالك، جابوا منهم واحده واحده كمان ضاعت انا مش فاكرها بصراحه، اما الزمالك فضيع 13 واحده 13 تسديده على المرمى، فالدنيا بالنسبه للزمالك كانت تسديدات كتير قوي ومحاولات كتير قوي، احمد السيد في ماتشات الزمالك بيفتكر ان هو النوير وان هو بيطلع بس عادي، والله العظيم انا مش مبالغ باي حاجه، ليه؟ عشان نعرف ان انت زملكاوي قديم وكل الحاجات دي بالنسبه لك عادي. وكل حاجه جات لك المره دي على دوري انت بايعه، يعني انت كده كده منفض محور الدوري، انا مش عايز الدوري. بس ان يحصل معايا كده في سيناريوهات الدوري اللي هو يا جماعه عيب والله، مش كفايه كمان ان الخصم بتاعنا شغال في المغرب زي الفل ودلوقتي بقى متصدر الدوري، هنيجي كمان نلاقي في الدوري المصري بيحصل معانا نفس الاخطاء، بس عادي مفيش اي مشكله، المشكله دلوقتي اتعلم يا عم معلم من اخطائك، اتعلم من اخطائك اللي كانت موجوده النهارده، وكمان يا ريت اتعلم ان انت لازم تخلص الماتشات من بدري بدري، قاعدين نقولها بقالنا كتير وعصام الشوالي زي من امها بتاع اللي بيضيع ويستكبر والكلام ده، مفترض ان اللعيبه بتاعتك تفهم بقى واللي يجي له اي فرصه سهله يحاول يخلصها قدام الجون، هل ما حدش بيخلص قدام الجون بيكون عايزين يضيعوها؟ لا بس في رعونه وفي سوء من الفينش بتاع لعيبه الزمالك، لو دورت على الكوره بتاعت احمد سيد زيزو كانت سهله جدا ان انت تخلصها، او كانت سهله ان بن شرقي يبصيها الناحيه الثانيه لمصطفى محمد، بس هي نصيبه ظروف وماتش خلص ومش هنقعد نعيب على الكوره اللي عدت ولا الكوره اللي ضاعت ولا الكوره اللي حصل فيها كاني او ماني، هو كله كان ماتش فاضي، الاتحاد السكندري كان مثال النمر بعد الهدف اللي دخل في مرماه ما حاولش حتى ب 2 جنيه وربع ان هو يهاجم علشان خاطر الدنيا بالنسبه لهم مش مظبوطه، ولسه اول ماتش لعبوه بعد التوقف والدنيا كانت بالنسبه لهم ضايعه بدنيا والحاله كانت بالنسبه لهم ما يعلم بلا ربنا، فكانوا سايبين لك الكوره واعمل اللي انت عايزه في مكون انا في مناطقي وهدافع وهلعب عليك زون ديفنس، بعد ما الخلفيه جون خلاص بقى معلم طلعت شويه وبعد كده رجعت لقيت ان انا لعبت مش قادره وسلمت لك الماتش، الشوط الثاني كان بالنسبه للزمالك كان سهل قوي وكان سالك قوي، بالذات بقى بعد تهديد اسلام جابر، اسلام جمال معلش اسلام جمال لما نزل الدنيا بالنسبه له كانت ضايعه قوي، اسلام جابر على فكره عمل ماتش حلو قوي، الشوط الاول كان ممتاز جدا وكان خطر جدا على مرمى الاتحاد السكندري وعمل كره راسيه عالميه بصراحه غير التصويبه برده اللي عملها، اسلام عمل شوط ممتاز وعمل مباراه تقدر تقول عليها نوعا ما كانت جيده، بس للاسف النتيجه هتظلم اسلام جابر وهتظلم المجهود اللي هو عمله جوه الملعب وكمان هتظلم فرجاني اللي اخيرا بدانا نشوف ان هو يعني بدا يبقى ليه مزاج ان هو يلعب والدنيا بالنسبه له تبقى مظبوطه شويه، لان فرجاني لما بيكون ليه مزاج ان هو يلعب بيكون واحد من احسن لعيبه في الدوري، حتى لو ملوش مزاج ان هو يلعب برضه واحد من احسن لعيبه في الدوري، بقى ميال وفارق 100,000 كيلو على اللي تحتيه من اللعيبه اللي بيلعبوا في مركز 8 او حتى اللعيبه اللي بتلعب مركز 10 جوه مصر. تعادل دمه تقيل. بجد والله تعادل دمه تقيل بالنسبه للزمالك، تعادل دمه تقيل بالنسبه لاي حد اتفرج على الماتش، احنا بالنسبه لنا كان اتفرجنا على الماتش حسينا ان الموضوع بالنسبه لنا
متعب قوي انك تتفرج على الدوري المصري، خصوصا يعني كل الانديه هترجع تلف قدام الاهلي وترجع تلف قدام الزمالك، ولما يوصلوا ان هم تاني شهر بعد كل ضغط الماتشات ده تكون الدنيا بالنسبه لهم ضايعه، وهتكون الموضوع بالنسبه لهم هيكون مرهق جدا. الدوري ده اللي رجعه هو بصراحه اللي اتحاسب على سوء الاداء اللي بيحصل جوه الملعب ده. سيبك من كل الحاجات اللي انت بتحاول تعملها، خمس تغييرات ومش خمس تغييرات، في اوروبا كان في دوريات كان بترجع علشان خاطر المصاريف الماليه كانت تبقى خسائر كبيره جدا. احنا الدوري بتاعنا رجع ليه؟ ده السؤال اللي احنا محتاجين نفهمه لحد دلوقتي. هتقول لي ما احنا كنا محتاجين الكورونا ومش الكورونا، كنا ما هتكمل لحد السنه الجايه، بس اقول لك على الاقل كنا هنكون عملنا فتره اعداد شهر او شهرين احسن بكتير قوي من الاسبوعين او الثلاثه اللي احنا عكناهم في بعض، ويلا نعكش ونرجع نلعب الثلاث ماتشات مع بعض. يا جماعه اللي بيحصل ده تهريج والله، ده مش عالم كره قدم، ده عالم مضحك في دوري فاسد وفاشل وفيه كل حاجه بقى على فضل ربنا. وبالذات الموضوع بتاع ان اون سبورت تايم بقى اتش دي، اللي هو يا جماعه ما فيش شاشه وما فيش حاجه خالص، الاداره بقى الاضاءه واهته والدنيا بالنسبه للصوره معلم بالله ربنا اساسا. بس عادي مش هقول لك اعمل لايك، هقول لك بس ما تشتمش عشان خاطر هو الدوري ده ما يستاهلش ان حد يتفرج عليه وما يستاهلش ان حد يشتم.